لينا المنصوري مساء الخير. درتي تشجع هذا الاسبوع هذا بالتتويج ديالك بجائزه التميز الرياضي بالرياضه نتاع تسلق الجبال. احكي لنا على التجربه ديالك، تفضلي. السلام عليكم، معكم لينا المنصوري، عضوة في الجمعيه المغربيه للصغار والسياحه الجبليه بتازا. كنقوم بعده انشطه منها للصغار، لحد الان زرت 11 مغارة تقريبا، زائد كنديروا لي غوندوني، كاينين مثلا في لي غورج بيزي، كذلك كاين الرياضه ديال الكاياك في سد بابلوطا في لي غورج بيزينيت، كاين عاوتاني الرياضه ديال الكانيونيزم اللي هي نزول بالحبال في شلالات عيد اسماعيل، وكذلك البيتاتي اي رياضه ديال الدراجات الهوائيه في الجبل. ولذلك خديت المبادره باش نشارك في المسابقه الوطنيه للتسلق بمراكش، وحصلت على المرتبه الاولى. على ذلك تم تتويجي في مدينه فاس من طرف الاكاديميه نتاع التعليم. شحال السن ديالك لينا؟ في عمري 17 عام. وشحال المده الزمنيه نتاع السنوات انت كتمارسي؟ 11 عام. شنو هو اللي جاي في الطريق هذا نهايه الاسبوع؟ فين غتمشي؟ ان شاء الله في نهايه الاسبوع غادي نزوروا الوادي اللي بعد، غيكون عندنا روندوني في الباك. شحال عدد المشاركين كيكونوا كينافسوك؟ كانوا بزاف صراحه من كل المدن، حيت كانت من مدينه مكناس، مدينه تازا، مدينه ازرو، يعني كانوا بزاف المشاركين. ملي كتكونوا ماشيين نتوما في هاد المغارات وكتسلقي الجبال، كيفاش كتكون الوضعيه والنفسيه ديالك؟ كتكون نفسيتي زوينه، حيت اصلا كنمارس شي حاجه اللي انا باغاها وكنعشقها، وكتكون بالعكس كنرجع بانرجي جديده. شكون اللي حببك في هذه الرياضه اللي كيتضح لنا بان وقيله الاب ديالك اللي هو ممارس وعنده تجربه في هذه الرياضه السي الحسن المنصوري؟ وبابا السي الحسن المنصوري عنده تجربه قديمه في هذه الرياضه، في هذه الهوايه بالضبط، لذلك راه من الصغر وانا كنمارسها، يعني طلعت معايا. انت عضوه في هذه الجمعيه ديال الصغار؟ الجمعيه المغربيه للصغار والسياحه. نتمنى لك التوفيق لينا. شكرا لك بزاف. شكرا، تبارك الله عليك.